بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في محاضرة جديدة. واليوم راح نشرح يونت 99، واللي راح نحكي به عن الادجكتيفز اللي هو نايس هاوس، نايس نيو هاوس، اند يو لوك تايرد. هنا بهذا اليونت راح نشوف الفرق ما بين هذه التراكيب، وراح نستخدم وراح نحكي شلون ترتيب الصفات ايضا. طيب، يقول sometimes we use two or more adjectives together، يعني بعض الاحيان نستخدم صفتين أو أكثر سوية. مرات نستخدم صفتين أو أكثر سوية. A nice new house يعني منزل جديد، منزل لطيف جديد، منزل لطيف جديد يعني منزل حلو وجديد. طيب، beautiful large round wooden table. شوف، هذه كلها صفات واحدة أجت بعد الثانية. إذن بشكل عام، معلومة عامة، انه نقدر نستخدم اكثر من صفة في موقف واحد، عادي، مو مشكلة. نقدر نستخدم اكثر من صفة في جملة واحدة، مو مشكلة. طيب، يقول adjectives like new large are fact adjectives. They give us information. طيب، اكتبوا لنا ملاحظة. هنالك نوع من الصفات يسمى الفاكت adjectives، اللي هم صفات الواقع. صفات حقيقة، صفات حقيقة. بس ما سمعت، بس عيد الملاحظة. نعم، هنالك صفات تسمى صفات الحقيقة. هنالك صفات تسمى صفات الحقيقة. كصفات يسمونها صفات الحقيقة، وهي صفات تكون ثابتة، يعني ما تتغير، ما نغيرها. طيب، مثلا اللي هي new large round، هذه كلها صفات ثابتة، يعني احنا ما نقدر نغيرها، يعني شيء ثابت، شيء ثابت ما نقدر نغيره. هذا نسميه احنا بشكل عام يعني fact adjectives، صفات الحقيقة. طيب، خلينا نكتب. طبعا لا تنسون تكتبون هاي الامثله اللي هم نيو لارج. طبعا هي الصفات اللي ثابته، يعني مثل ما تعرفون، مثلا انا من اقول سياره جديده، سؤال يعني هل يعني هذه حقيقه ثابته، يعني ما نقدر نغيرها، ما اقدر اني اغيرها اقول لا. مثلا انت تقولين لا، هذه مثلا مو جديده، يعني هي اذا جديده خلاص هذه ثابته. يعني من اقول لارج كبيره، هي كبيره يعني خلاص الموضوع ثابت، ما نقدر نتلاعب بيه يعني. طيب، ملاحظة أخرى، هنالك صفات تسمى صفات الرأي، opinion adjectives. هنالك صفات تسمى صفات الرأي. أكو صفات نسميها نحن صفات الرأي. طيب، شنو هي صفات الرأي؟ خلينا نضيف عليه الملاحظة، هي الصفات التي تتغير وفقا للشخص. هي الصفات التي تتغير وفقا للشخص، يعني حسب الشخص التغير. يعني انا اقول يعني هاي الـ 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 البيت كلش حلو، يجوز واحد غيري يقول لا هذا مو حلو. اذا صفات الرأي تتغير من شخص لاخر. طيب، شنو يعني صفات الرأي؟ من هي؟ مثلا نايس لطيف، هاي تتغير. انترستينج ممتع، دلاشيز لذيذ، دلاشيز لذيذ، بيوتيفول جميل. هذه يعني لذيذ، مثلا الطعام، يعني مثلا احنا مو كلتنا نحب الاشياء، يعني مو كلنا متشابهين بالاكل. هناك يعني اشخاص اكو اكلات ما ياكلها لو يجي مدري، خلاص انا ما اقدر اكلها، يعني شيء ما يقدر ياكل. انا هسه اي اكله بيها ثوم ما اكلها خلاص يطير عقلي منها، شيء اسمه ثوم انجن من عنده. بينما عندي امي اذا شيء ما بيه ثوم ما تاكل. فهنا شنو؟ هنا الدليشيز لذيذ حسب الشخص، يعني ماكو فرق من شخص لاخر، الموضوع اختلف من شخص الى اخر. طيب، اذا هذا هو الفرق ما بين الاوبينيون والفاكت. وطبعا كتبوا لي ملاحظه، تستخدم الاوبينيون قبل الفاكت،
صفة الأوبينيون تجيني قبل الفاكت. صفة الأوبينيون تجيني قبل الفاكت. نايس لونج. طيب خلينا نكتب قاعدة الصفات. كتبوا لي قاعدة الصفات. هسه راح نحكي عن قاعدة الصفات. اولا الحجم، كتبوا لي ملاحظة يعني هاي بالترتيب. اولا الحجم، ثانيا العمر، هاي القاعدة كتبوا لي اياها. الحجم، العمر، اللون، المنشأ، الدولة يعني أصل، الشيء، ومن ماذا صنع، المادة التي صنع منها، أو المادة التي صنع منها ذلك الشيء، ثم الاسم، ثم الاسم نفسه. يعني أنا من أريد أرتب صفات بالبداية لازم أول شيء أبحث عنه الحجم، ثم العمر، ثم اللون، ثم الدولة أو المنشأ، ثم الأصل يعني من أي مادة، يعني من أين تكونت، ثم الاسم. وطبعا هنا بالترتيب، يعني إذا مثلا ما عندي حجم أروح على اللون، على العمر، ما عندي عمر أروح على اللون، عندي مثلا عمر وعندي لون بس ما عندي دولة، أعبر مباشرة عن المادة اللي مصنوعة منها. يعني الصفات هذني شوفوهن، يعني الترتيب مالتهن طبوا بالجروب شوفوهن. بالبداية عندك الرأي opinion، بعدين السايز، بعدين الشيب والايج والكلر والأورجن الأصل والماتريال. يعني ذن الصفات الأولى دائما نعتبرهن opinion، ثاني صفات نعتبرهن حجم، وراهن الشكل. طبعا هو الحجم والشكل نفس الشيء يعني عادي ماكو فرق. الايج العمر، هذني مال العمر اليانج. هسه واحد يقول استاذ انا ما اعرف شنو عمر، يعني اكو واحد اكو طلاب ما يعرفون شنو يعني عمر، ما يعرف يا هي الصفه اللي تدل على العمر. اللون، المنشا يعني الدوله، والماده اللي هي الحرير وكذا، هذني الصفات تحفظهن، يجيك بالامتحان مو ظل صافن تقول استاذ انا ما اعرف ان يا هي الحجم ويا هي العمر. نزلت لك مجموعه هذا جدول بكل وحده صفاتها، يعني من هذا الجدول راح تعرف يا هي اللون ويا هي المنشأ ويا هي المادة، المادة يعني حرير، قطن، كذا وإلى آخره. بالله هذا شوف يقول old white cotton، هذا خلينا نجي منين بادي الold. الold يعني العمر، بمعنى بادي لك من الـ من الـ من الold رقم 2، وراه النوب جاي على اللون لاقي white. النوب منين ما لاقي، ما لاقي الدولة، لاقي cotton المنشأ، حاط الكتن. فهذا الترتيب، يعني على هذا الترتيب احنا على هذا النظام نمشي. الاولى عندنا نحطها، ما عندنا الاولى نبدا من الثانيه، الثانيه لقيناها نحطها، على هذا الترتيب امشي. ما تعرف يا هي العمر ويا هي اللون ويا هو الحجم، يا حطيت لك اياهم كل هناني. يعني دكتور يدرس تسوي لنا هاي الجمله مخربطه، هو راح يجيب لكم اياها الجمله الخربطه وانتم ترتبون، هو راح يجيب لكم اياها بالامتحان جمله مخربطه وانتم ترتبون. هي هاي الاسئله هيك تجي اصلا، يعني انا ان شاء الله من امتحانكم هيك راح اجيب لكم بالاسئله. طيب يقول هنا ملاحظه، يستخدم بعد البي والجيت والبيكم والسين، نستخدم بعد الافعال بي جيت بيكم سين صفات. نستخدم بعد البي والجيت والبيكم والسيم صفات. طبعا اذا تشوفون بي كيرفول، بي وكيرفول. اي ام تايرد صفه، اي ام جيتينج هنجري، هذه اللي بالاصفر اللي حاط لكم اياها كليتها صفه. ليش؟ بسبب اللي اجى قبله.
بسبب مفتاح الحل هو اللي قبله. هنا ليش حاط بورق؟ لان عندي بيكم، وبيكم يجي وراها صفر. هنا ليش عندي نايس؟ صفر، لان عندي سيمز، والسيمز يجي وراها صفر. طبعا هذين هم دير بالكم، هذين هم يجي وراهم صفات اللوك والفيل والساونز، ذن كلهم يجي وراهم صفات. كتبون كلهم، كتبون كتبون، ملاحظة عليهم، تستخدم الصفات بعد هذه الافعال. استاذ شنو هي الملاحظة الأخيرة؟ هي نفس ان هي الملاحظة اللي احنا مو قلنا هنالك افعال يجي وراها صفات، البي والجيت والبيكم والسيم، ضيفوا عليهن اللوك والفيل والساوند والسميل والتيست، لان كلهن افعال يجي وراهن صفات. اذا هاي الافعال دائما ايش يجين وراهم؟ صفات. طيب طيب زين، كتبوا لي ملاحظة أخرى. ولكن هنالك أفعال، ولكن هنالك أفعال أخرى يأتي بعدها ظرف. أكو أفعال أخرى يجيني وراها ظرف، أكو أفعال يجيني وراها ظرف. خلينا ننتبه على هاي الملاحظة، أكو أفعال يجيني دائما وراها ظرف. طيب طبعا غير هاي الافعال، مثلا drive carefully هذا ظرف اجانا ورا الفعل، بينما الافعال اللي نطيتكم اياها قبل شوي اجوا وراها صفات. drive carefully مثلا هنا play يلعب very well، هنا ظرف، يعني ذني يجي وراها صفات، غير ذني يجي وراها ظروف، غير ذني يجي وراها ظروف. هسه مثلا first two days اول يومين، او next few days اليومين التاليين، او اخر 10 ايام، اخر 10 minutes، هذين هم كلهم ظروف، ودائما دائما يجني ورا الفعل enjoy، enjoy استمتع، enjoy the first two. I will be سوف اكون for next weeks، يعني هذا دائما، يعني ذني next few. الفكرة اللي يريد يقول لك ياها الكتاب، يقول لك ذني ما يصير يجون ورا ذولة getting وهاي، لا هذولا يجون ورا من؟ ورا الفعل العادي. أما ذولا الأفعال اللي هم، من هم ذولا الأفعال؟ من هم اللي هم البي والجيت والبيكام والسيمز واللوك والفيل والساوند والسميل والتيست، هذولا الأفعال يجي وراهم صفة، هذولا الأفعال يجي وراهم. أهم شيء هاي الملاحظة. طيب وقال لك غير ذني الافعال، غير ذني حط وراهم ظرف، يعني لما يجينا فعل مو من ضمن ذني ايش تختارون، صفه لو ظرف؟ من يجاوبني؟ ها اذا اجاك فعل غير هذول اللي موجودين، غير ذولا الكر البي والجيس، شنو اختار، صفه لو ظرف؟ ها من يجاوبني؟ ظرف. نعم اكيد نختار ظرف هنا، هاي الملاحظة المهمة. واضح لنا؟